السلام عليكم. دونك في هذه الحلقه هذه جبت لكم مجموعه من التمارين ديال ترون كوما سيونتيفيك بالنسبه للناس اللي عندهم يعني الفرد في الدرس ديال لو فلو دي لا ماتيير اي دو لينيرجي دون زان ايكوسيستيم، وبالنسبه للدرس ديال لا بروتيكسيون سيكسيي شي لي بلانط افلور. دونك جبت لكم واحد 10 ديال الاسئله كما العاده على شكل مسابقه، مطلوب منك هو انك تتبع معايا حتى لاخر دقيقه، كل سؤال عليه نقطه باش حتى تقول لي شحال جبت من نقطه. بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا في الفرد المحروس في لي فاكتور كليماتيك ولا في دي زوتر بارتي، غادي نخلي لهم اللين في لا ديسكريبسيون ديال جميع التمارين اللي ممكن تحتاجوها في هاد الدروس هذه. دونك الا كنت من الناس اللي عندهم الفرد في لي دو لا ماتيير وايضا في واحد لابارتي ديال لا ريبروديكسيون سيكسيي شي لي بلانط افلور، فهاد الفيديو هذا خاص بك، تبع معايا حتى لاخر لا فيديو، كبر الشاشه ونتلاقاو من بعد هذا الفاصل هذا. الاول سير عندنا هنايا لي غران دو بولين سون برودوي او نيفو دو واش دي فيلي بي دو لوفير سي دو لونتير ولا دي دو ستيغمات. دونك غادي نخلي لكم كما العاده 15 ثانيه للتفكير. اذا الجواب الصحيح هنا هو سي دو لونتير او نيفو دو لونتير. ندوزو السؤال الموالي. عندكم هنا هذه الصوره كما كتشوفوا في الصوره هنايا كما كتبان لكم هنايا، دونك لا فورميل فلورال اي، واش هي لا فورميل فلورال ديال هذه الزهره هذه؟ واش هي ا ولا بي ولا سي ولا دي؟ دونك كما العاده غادي نخلي لكم 15 ثانيه للتفكير. دونك الجواب الصحيح هنايا هو الجواب سي. تري بيان، غادي ندوزو السؤال الموالي. لي ميكرو سبور، هادوك لي ميكرو سبور اللي شفناه في الدرس، سون برودويت ابخي لا ديفيزيون واش دي سيتوبلازم ولا بي ريدكسيونيل بوي ايكواسيونيل ولا سي ديفيزيون ريدكسيونيل ou la D après une division équationnelle. كما العاده 15 ثانيه للتفكير. دونك الجواب الصحيح هنا هو بي après une division réductionnelle puis équationnelle. Deux autres, سؤال موالي. تبع معايا مزيان. Donc la cellule du sac embryonnaire qui a deux noyaux. واحد la cellule كاينه في لو ساك امبريونير فيها جوج ديال لي نوايو. واش كتشكل لي ا لي سيلول سنترال، بي لوف اكسسوار، سي لي سيلول سينرجيد او بيان دي لي سيلول انتيبود. اذا الجواب الصحيح هو ا لي سيلول سنترال. ندوزو السؤال الموالي. هنا هاد التمارين هادو ديال الدرس ديال في لي دو لا ماتيير. دونك عندكم مجموعه من العلاقات الغذائيه، غادي نحاول نختبر الذكاء ديالكم في هاد مجموعه من التمارين. دونك السؤال هو غولاسيون ويزيبل بور لي دو اسبيس بور لي دو اسبيس ا بروبو اون ريسورس واش ا بريداسيون بي كوبيراسيون سي symbiose ou bien des compétitions.
إذن كنظن أنكم جاوبتوا بالجواب دي كومبيتيسيون. دونك الجواب الصحيح هو دي كومبيتيسيون، هي واحد العلاقة اللي هي ضارة بالنسبة لجوج ديال لي سبيس، بالنسبة ليهم جوج، حول واحد المورد، يعني كيتنافسوا حول واحد المورد أبروبو ميم غوسورس. ندوزو السؤال الموالي. Relation dans laquelle une espèce consomme l'autre. Wesh A, prédation. B, coopération. C, symbiose. Ou bien D, compétition. دونك الاجابه الصحيحه هي بريداسيون، الافتراس. الافتراس هو اللي هذه العلاقه اللي واحد الكائن كيستهلك الاخر، الكونسوم لوتر. ندوزو السؤال اللي من بعد. اون غولاسيون دون لاكيل اون اسبيس بروفيت دو لوتر او لوي ايتون نويزيبل. واش ا بريداسيون، ب كوبيراسيون، س بارازيتيزم، او بيان د كومبيتيسيون. إذن الجواب الصحيح هو لو باغازيتيزم، التطفل. دونك هو اللي واحد الكائن يبروفيت، يعني كيستغل الكائن الآخر، ممكن يسبب له واحد الضرر. دونك الجواب الصحيح هو سي لو باغازيتيزم. دوزو السؤال الموالي. غولاسيون دون لا سيرفي دي دو اسبيس ديبون دو لور اسوسياسيون. واش سامبيوز، كوبيراسيون، باغازيتيزم، او بيان كومونساليزم. إذن الجواب الصحيح هنا هو سامبيوز، التكافل. دونك فهاد التكافل هذا اللي واحد العلاقة كتربطهم ديال التعاون، والحياة ديالهم يعني كتكون مرتبطة، أو كل واحد الحياة ديالو كتكون مرتبطة بالآخر. دونك كيكون بيناتهم واحد التعاون اللي هي واحد العلاقة كما قلنا ضرورية ما بين هاد الزوج هادو. دونك سي الجواب هنايا صافي. دونك الجواب اللي هو سامبيوز، تكافل. دونك السؤال الأخير. ترونسبور دي بولين de l'étamine au stigmate est appelé chute des étamines, germination du pollen, pollinisation ou bien double fécondation. Donc, job صحيح هو très bien, ouais, c'est la pollinisation. Les chefs n'affichent juste les types pollinisation directe et pollinisation indirecte ou bien croisée. Donc maintenant sache que tu écris les commentaires. Je vais aller à la question que tu as reçue. Et maintenant sache que tu entres dans la salle de l'os pour trouver les autres exercices que tu peux mettre en place. Deux heures.